بالأمس القريب كان سوق باب السراي بهذا الشكل، فبات وأصبح على حرب دفع ثمنها مجبرا. لكن عامين من العمل والإرادة كانا كفيلين بإعادة النبض إلى خانات الموصل التراثية في هذا السوق. ومن بين هذه الخانات التي عادت الحياة إليها خان حم القدو وخان الجمرج وغيرها، التي كانت محطة للقوافل التجارية فيما مضى. عادت الأقواس التراثية والقباب القديمة تحكي مجددا تاريخ هذه المدينة وما الذي فعله أبناؤها لأجلها. وهي الآثار، يعني آثار الموصل، يعني مثل آثار منارة الحدباء وبناء قديم وطراز كويس ومعتنين بناء أهل الموصل، بس صارت هاي الحروب مع داعش والتحرير خرب هذا الخان، وبعدين رجعوا أسسونه يعني كلته من جديد، هدونه وبنونه نفس الطراز. جرتنا أقدامنا إلى عمق السوق حيث يلتقط الأمل مجددا أنفاسه بين هذه الأعمدة الرخامية أو كما تسمى بالفرش الموصلية، وبهذا التطريز القديم الذي عاد ليميز محلا تجارية يتجاوز عمرها 200 عام. توارث هنا الأبناء مهنة الآباء والأجداد، وتوارثوا معها حبهم وتعلقهم بهذه المدينة وتراثها الذي امتزج اليوم حاضرها بماضيها. من أي سنة بالمكان وليش بنيتوا بهاي الطريقة بذات الطريقة؟ هذا تم إنشاء هذا المحل بداية من عام 1885، موقف جدنا يعني وتوارثناه. طبيعة معيشتنا احنا كنا بالمنطقة القديمة نشأنا بيها ولدنا بيها، فظلت بذاكرتنا وانطبعت مخيلتنا الأقواس والفرش الموصلي. يباع في هذه الأسواق والخانات كل شيء، من المفروشات إلى الحاجيات المنزلية والمواد الغذائية، ولم يخلو تقريرنا من عبق رائحة القهوة العربية التي أجبرتنا على التوقف في هذا المكان وتصويره. الدلة العربية والرخام الموصلي تعانقا في هذا المكان، الريف والمدنية اجتمعا معا لترسم هذه اللوحة. والله تعتبر الأقواس الفرش من تاريخنا، تاريخ العرب الأثر، نحن متأثرين به يعني جدا. فأبانا وأجدادنا كانت دكاكينهم ومحلاتهم وأسواقنا كلها كانت عامرة. غالبية المحال هنا بناها أصحابها بذات الطراز القديم، وتحملوا تكاليف الإعمار في ظل غياب الدعم الحكومي. ذكريات الماضي الجميل وتعلق أبناء الموصل بهوية مدينتهم التراثية كان سبب الأبرز في رسم لوحة تراثية جديدة لهذه المدينة عنوانها الإصرار على العودة. من قديمة الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.